نينا أبو عتمة موجودة معنا، مدربة مهارات. رح نحكي عن الثورة بالإجمال، شو هي الطرق لما شعب بده يثور أو لما إنسان بلكي بده يثور لحتى يقدر يوصل لمطالبه. موجود؟ موجود كاترة. نحن أول شيء ينعاد عليك وعليك وعلى الجميع. نحن ما بدنا نحكي يعني تفاصيل ثورتنا يلي إن شاء الله تكون مكملة وتوصل ل يعني أهداف يلي نحن بدنا إياها، بس الثورة بالإجمال في إلها مهارات لحتى اللي نقدر نوصل لطلبنا؟ ثورة إلها أهداف. كل شيء بدك توصل إلى النتيجة اللي أنت بدك إياها بدها تكون محددتي لها هدف. بما أنه أنا اليوم رح كون واضحة أنه أنا ما رح أحكي سياسة، أنا رح أحكي لأنه أنا اختصاصي الأهداف. ثورة مثل كل شيء بس بدك توصل لمطرح أنت محددتي اللي هو الهدف. تنفسر الهدف شو هو بطريقة بسيطة، اللي هو أنه أنا لما بحدد بطريقة كتير واضحة ومعينة أنا شو بدي، هيدا هو الهدف. والثورة هلأ عنا في إلى أهداف، بس في كم شغلة لحتى تكون مكون أهداف بتركيبته المضبوطة، في كم شغلة ناقصة. بس عادة كل ثورة وإلى أهدافها، ونحن الأهداف طبعاً كتير واضحة بالثورة. هلأ ثورة شعب بتبلش من وجع، فيعني بتبلش هيك من لحظة خلص انتلت الكباية ونزلوا الناس على الشارع. يمكن منيح أنه يرجع الواحد أو يرجع هالثورة توقف لحظة بس ترجع تشوف حالة، تفكر بحالة وبأهدافها وتكمل. أوكي، أول شيء ما كان لازم نوصل لهون لحتى نثور. يعني نحن تركنا حالنا لآخر نفس لحتى صرنا ورفضنا الواقع اللي نحن فيه. كنت اوريدي هلا كلنا عم نقول انه البلد فرط، يعني نحن لو وعينا على هيدا الوضع من قبل ما كنا وصلنا لهون. يعني هيدا مثل ما عم بتقولي كاتيا، لازم دائما بالستركتشر تبع الاهداف لازم تقعدي وتعملي مثل اسسمنت، تعملي تقييم للوضع اللي انت فيه. يعني مثل ما قلت، اذا انا بقعد وبشوف ليه انا وصلت لهون، لازم هيدا الشيء يعلمني لمره ثانيه انا ما اترك حالي اوصل على الاخر لحتى انتفض وصور وما اقبل بالوضع اللي انا فيه. ثورة بتخلق وقتها انت بتصيري رافضه الواقع اللي انت فيه. بس ترفضي هيدا الواقع بدك تجربي تقرري انت شو بدك بدل هالوضع اللي انت فيه. بس دائما ما بدنا نترك حالنا، يعني انا شيء ببقى هدفي اني اعيش ببلد عم بيأمن لي على القليله المينيموم. انا اذا بشوف حالي واصله على الحيط ما لازم انطر فوت بالحيط لحتى عرفتي انه انطفد. انا لازم بس شوف الحيط بين لازم انتفض انه انا ما بدي اوصل عليه للحيط. فكيفية الثورة من هلا ورايح لازم تضل لابد الابدين ردي تطلع وتنتفض اني تايم بيصير عم بيطلع البلد عن الاهداف اللي المواطنين تبعه حطوهم لحتى يصيروا عايشين مثل ما هن بدهم بالبلد اللي بحبوه. إذا الشعب لازم يضل عايش بثورة مستمرة لحتى يقدر يكون عم يحقق، يعني أو بالأحرى هلأ اسمها ثورة بعدين بتكون اسمها محاسبة، ولكن محاسبة فعالة وجاهزة وقوية وكل الوقت موجودة. مزبوط. هلأ هي كاتيا أنا بدي ضوي على شغلة، نحن هلأ حاطين أهداف. أوكي، الأهداف لحتى تكون كتير إذا بدك تقدر توصلي لها أكتر كتير مهم تحطي لها تايم فريم، تحطي لها أوقات. يعني رح أعطي إكزامبل، وقت اللي طلع الشيخ سعد الحريري وقال معي 72 ساعة، إذا ما بتقرروا شو القرارات اللي بدكم تاخدوها أو حط عليهم بريشر ب 72 ساعة، حط إذا بدك وقت معين ال 72 ساعة، لمن ما صار في أي مبادرة ولا أي تصرف بهال 72 ساعة هو توك أكشن، عمل شيء قبل التصرف تبعهم. نحن مفروض الأهداف تبعنا ما تكون مفلوتة كل الوقت، يعني صلنا شهرين عرفتي في قصص عم ياخذوك ويجيبوك، مفروض يكون في أوقات من عطية لو طلب 72 ساعة هو اللي exactly. نفس الشيء عطى وقت 100%. أنت لازم تكوني عم بتعطيهم وقت، ما تفتحي لهم إياها لأنه بدي فوت بدي الشعب لازم يكون عم، يعني الثورة الشعب لازم تكون عم تعطي وقت معين. رح قلك ليه، لانه انا في شغله بدي ضوي عنها ما خاصه بالهيدا بس كثير مهم ناخذها بعين الاعتبار. الكوربشن شو هي كاتيا؟ الكوربشن هي مثل مافيا، عرفتي؟ والمافيا بيبقى لها قوانينها والقواعد تبعها، وكل واحد مقسم الشيرز تبعه. نحن لما عم نقول هن كيف ما عم ياخذوا هالقرارات وعايشين باللالا لاند،
هن بالفعل عايشين بالكوكب تبعهم، بكوكب الكوربشن اللي تحت قوانينهم، تحت قراراتهم، تحت القصص اللي هن بيتكلوا عليها. سو انت مش موجوده بالنسبه لهم وقت بياخذوا القرار. سو هن ما عندهم الواقع اللي نحن عايشينه، ومعودين على هالنمط كيف بيتاخذوا هالقرارات، وهي هيك بتتاخذ. سو ذاتس واي نحن بدنا ما نترك لهم المجال، لانه هن ما رح ياخذوا القرارات الا تحت سقف اذا بدك هالدوله المصغره اللي هن خلقينها لهم. سو هيدا البوش اللي نحن لازم نحطه. اهدافنا لازم تكون كتير واضحه ومحدده. طيب كيف مش عم فكر لنا يعني الناس اوقات بيقولوا كتير لما ينزلوا يسوروا الناس على الطريق، طب ما انت معك سياره ما بعرف شو ليه عم بتصور، او انت شغلك ماشي ليه عم بتصور، كانه يعني اذا شغلي ماشي يلي ما بقى حدا شغله ماشي يعني، بس انه كانه اذا واحد شغله ماشي بيصير انه حق يسرقوه ما لازم يسور، كانه اذا قدر يحصل سياره بتعبه وجهده وسهر الليالي بيصير يقدروا يسرقوه مش لازم يسور. يعني نحن اصلا في هيك حديث بالمجتمع اللبناني انه ما بيسور الا اللي جوعان واللي ما عنده بيت واللي نزل السقف على راسه، بينما هون نحن عم نحكي العكس تماما، المسؤولية على اللي مرتاح يقدر يسور هون عنه وعن غيره قبل ما نوصل للحيط. كاتيا ليه من زمان اللي من كان يكون كتير في نزلات على الطرقات وفي اعتصامات ما كان يمشي الحال؟ لأنه كان ينزل هالبارت من الشعب اللي هو فقير اللي منه قادر يعيش والمعه مصاري ما كان سألين. هيدي الثورة ما بتمشي إلا ما الكل ينزلوا على الطريق. سو هلا هيدا هو الواقع اللي أنت عم بتقولي عنه، كله نزل على الطريق لأنه كله اندقر، ولسوء الحظ نحن بالحياة اللي نحن عايشينها صار فيه مثل صيت، عرفتي كيف؟ يعني قبل كنت تقولي واو انه واحد صار سياسي وواحد هلا صار شيء بخجل اذا انت سياسية او حدا، يعني في ناس ما بقى تآمن انه هيدا صار معه مصاري ووصل بنظافة، يعني صار في صيت معين. لسوء الحظ في كتير اشخاص، هلا ما فينا نقول كل العالم منا منيحة، بس لسوء الحظ هيدا الصيت عم بيحمل كل هالاشخاص مع بعضها، يعني عم بفندهم. هالثقة يلي انفقدت كليا بالطبقة السياسية، كيف بدها ترجع يكون عندها ثقة بسياسيين ولو كانوا جدد؟ هلا ليش عم قلك الثورة لازم تضل اون اليرت؟ لأنه صحيح نحن بدنا يعني كلمة سياسي صار فيها مشكل. اكزاكتلي بس هلا أنت فيك تغيري، ما الشعب دوره يغير يوصل للقصص اللي أنه هو بده إياهم، للأهداف اللي بده إياها. هلا لما بتجيبي طبقة جديدة حتى لو كانوا تكنوكرات، انت كيف تضمني انه رح يكونوا نضاف؟ كيف رح تقدر تضمني انه يكون ما في كوربشن؟ سو انت بدك تضلك مثل ما بيصير بالبلدين برا بفرنسا، حيلا شغله بتصير بتلاقيهم ما في تضمني لهلا ولا ما في ضمانات. سو انت مهم تكون تعلمتي من غلطك، ما بقى نترك حالنا لنوصل لتحت الارض لحتى ننطفئ. سو لازم يعرف اللي بيوصل على السياسه وبيوصل على مناصب معينه يعرف انه هو بحيلا تصرف غلط، الشعب لطيله، عرفتي كيف؟ وفي كتير بلدين شو بيعملوا؟ بيعملوا كوميتيز قبال لنقول شركة الكهرباء، في قبالهم كوميتي اللي هي بيبقوا كمان عالم اختصاصها بالكهرباء، كمان عارفين هن شو عم يتصرفوا، they are supervising هن اللي شو عم يعملوا. سو حيلا كمان ظهره وحيلا سرقه وحيلا قصص هن لاطينهم لحتى يكونوا عم بيوضحوا وعم بيفرجوا القصص اللي عم بتصير بالدولة يفشوا عنها. سو نحن اللي شو اللي ساعد كمان كاتيا؟ الإعلام. كل العالم ضوت عن هالأشياء، هي بس كلهم تجمعوا مع بعض وصاروا ايد وحده قدروا يوصلوا. هلا ما بدي اقفي بشغله، الثوره كيف ستاتستيكلي بتزبط؟ لما يكون عندك 3.5 من الشعب نازل على الطريق، 3.5% من الشعب بس يكون بلش يصير موجود على الطريق، يعني انت بلشت تصيري بمطرح قادره تحققي الاهداف اللي بدك توصلي لها. بلس الريسيرش فرجت هلا ليتلي اللي هي البوليتيكال ساينتست بهارفارد فرجوا انه الريفولوشنز اللي هن نون فايولنت بيقدروا يوصلوا لاهدافهم مرتين زياده عن الفايولنت. ليه؟ لانه النون فايولنت بيقدر ينزل عليها مين ما كان، بقدر انزل انا وبقدر انزل انت، وبيقدر ينزلوا الصغار وبيقدروا ينزلوا الكبار والمعوقين واللي ما بده قادر يمشي والختيار والحل، كل العالم قادرة تنزل، لأنه ما بدك فيزيكال فتنس، ما بدك واحد يكون صحته منيحة أو يكون قبضاي لحتى يقدر ينزل على أرض الريفولوشن. على تاني ميل، إذا هالثورة كانت فايولنت بدك تكوني أنت صحتك منيحة، بدك يكون قادرة تتحملي المواجهات
مع الآخرين اللي بدك تصير معك منيحة ومستعدة للعنف. يعني غير إنه العنف في عندك بتكلف أكتر لأنه بدك سلاح. عرفتي؟ سو أغلبية هلأ صارت هلأ يعني عم نقول سلمية أو لا سلمية، فيها سلاح أو ما فيها سلاح، بس هي فيها كل شيء عنفي. يعني النون فايولنت اللي هي سلمية والفايولنت هي سلمية. بعدين لما بتكون نون فايولنت شو بصير كاتيا؟ أنت نحن بنعرف إنه بالمنيح بتربح الكل وبتربح قلوب الكل. الجيش لما انت بتكوني منك عدائيه معه مثل ما عم نتصرف بالثوره، شو حتى لو هن غلطوا نحن عم نستوعبهم عم نكون معهم، لما بتوصلي بتنصدمي انت وياهم، وهذا اللي عم بيصير على الارض، وهول كلهم استراتيجيز. يعني وقتها بيوصل على بتتواجهي مين بيطلع بوجهك؟ خيك، بيك، جارك. لما تكوني انت بطريقه سلميه بتكسري له العنف تبعه، قادره انت تضلك عم بتشديه لإلك معنويا. نحن عم نشوف قد ايه عم يبكوا، قد ايه عم ينقهروا، هن عم بينفذوا اوامر ما بدهم اياها. فكيف لو انت على on the other side عم تتعامل بطريقه عنف، ما رح تكون النتيجه هي ذاتها، ما رح تقدري تاخدي اذا بدك يوقف حدك اشخاص ضميهم للثوره تبعك، ما انت كمان بدي يصير عندك حلفة بدك تجيبيهم لعندك، لانه نحن كيف تو اتشيف يور جول بدك ناس تو سبورت يو. هالناس اللي بدها تعمل لك سبورت بدها تكون مقتنعه باللي انت عم تعمليه، بدها تكون بتشبهك. سو اذا انت بالعنف قللت كثير الاشخاص اللي بتشبهك واللي بدها توقف حدك، عرفتي؟ سو هيدا شيء كثير اساسي، ونحن هيدي الطريقه اللي ماشيين فيها هي الطريقه الانسب اللي بتشبه الكل وبتشبه البلد اللي نحن بدنا نوصل له. بس اليوم اهدافنا واضحه، أهدافنا واضحة بس ما فيها كتير أوقات محددة يعني متروكة، المفروض ينعطل عطاهم وقت محدد أكتر. كيف يعني واضحة؟ نحن لازم تكوني أنت اللي عم ترفضي واقع، لازم تكوني عم تعطي البديل، وهذا شيء موجود. يعني أنا ما ببدل كوربشن، بده كمان الناس عندهم مؤهلات يقدروا يقولوا لنا شو كاتيا نحن عنا بلد شو المطلوب، بدنا يعني خطة واضحة نوعا ما. ما بيهمنا أكيد مش ما حدا يحكي باسم الثورة متفقين، ما بدنا أنه تكون لا محزبة ولا مسيسة متفقين، بس كمان لازم نكون عنا خطة علمية واضحة لنقدر نوصل اللي بدنا إياه. كتير مزبوط، هي الاستراتيجيز لازم تكون موحدة، هو الهدف لتوصلي له لازم يكون موحد. يعني مش بكل منطقة عندهم هدف، لازم نجمع كل الأهداف ونطلع بهدف واحد. مثلا عطي اكزامبل، ايه في قصص نحن عنا محددة من هيك عم نوصل لها. لما نحن طلبنا تغيير الدولة طلبنا بإسقاط الحكومة، هيدا الهدف كان واقع انه نحن مش عم نغير البلد، بدي إسقاط الحكومة، حددت انا شو بدي وهيدا الهدف تحدد. بمجرد ما تبلشي توصل لأهداف انت بتبلشي تاخدي معنويات وبتتشجع وبتصير عندك موتيفيشن أكتر، لأنه بلشت توصل للأهداف اللي بدك إياهن. عم بطلب أنا هيدي الدولة الموجودة، عم حدد أنا شو الألترناتيف البديل، البديل اللي هو بدي دولة تكنوقراط. عرفت إيه؟ عم بطلب البريد وهيدا البديل، هيدا هدف. ورحنا ما بنقدر نوصل لولا هدف إذا ما بيكون القضاء مستقل. يعني لازم نكون نحن حاطين أهداف على القليل، نحن ما فينا نطلب. بعدين في عم بيكون في كتير طلبات، مفروض الأهداف الأساسية تكون هي 4-5 عم نشتغل عليهم بأولوية ومحددين وكل الفوكس على هول الأشياء، لأنه شوي شوي ونحن كاتيا في كتير أهداف بس نحققها بتحل قصص معقدة من تحتها واللي هو الأساس القضاء. يعني أنا إذا ما بحل القضاء انسى إني رد الأموال المنهوبة. يعني كيف أنا ما بفهم أنا وياك سرقين، انه انا وياك بدنا نطلع القرار نرد مصرياتنا؟ ما بيمنع انه نحن ثورتنا من اصعب الثورات اذا بدنا نحقق اهداف واضحه وخطه يعني هيك علميه لحتى نقدر نوصل، لانه وضعنا معقد متشعب فيه كثير اطراف اكثر من اي بلد ثاني. يعني ما فينا ننكر هالشيء. كاتيا رح اقول لك شغله، نحن هلا بدنا ننسى اللي مرقنا فيه، نحن هلا اليوم اهم شيء نضل واعيين انه مشوارنا كثير طويل. مثل ما كنت عم تقول الصبح، هدفك أول سبب من هو أنك تستسلمي أنك توصلي على أهدافك هو أنك تتوقعي نتائج سريعة. نحن إذا رح نتوقع نتائج سريعة أكيد ما رح يمشي الحال، نحن بدنا يكون عنا نفس طويل. كل هدف بدك توصلي له، كل هالريفولوشن اللي نحن فيها في إلها كوست، في إلها تمن. ولسوء الحظ هي هيدا الريفولوشن النن إذا بدك فايولنت هي أكثر شغلة بتدفعي حقها هي الإيكونومي.
عرفتي؟ لأنه بتاخد وقت. بالثورة السلمية الاقتصاد بتأثر أكثر، بس بده يكون على لأنه بتطول أكثر. طيب بس هلأ حلك أنت، أوكي نزلنا باقتصاد نحن بالأرض، تحت نحن الأرض كنا بالأرض قبل 17 سنين. إذا أنت هلأ رجعت كنا يعني عم نوهم حالنا أنه لا exactly. هلأ اللي صار يمكن تسرعوا لهم شي شهر، أي لأنه نحن لبنانية وبدنا نعيش كمام وإلى آخره، بس ما كنا بس أنت هلأ خلاص قلبت فيه للضارب. إذا بلحظة بتوقفي رجعت لنقطة الصفر، وانت اذا فكرك بدك توصلي للتغيير اللي انت طامحه له ما يكون في ثمن عم تدفعي قباله، هيدا الشيء ما بيصير. شو اللي بيخلي الناس تنزل على الطرقات ويعني هيك تبين هالثوره؟ الثوره ماشيه كل الوقت، بس شو اللي هيك بخليها بنهار تبين اكثر من غير نهارات؟ يعني انا ما هي لمن انا مثلا بقول لهم بدكم تشكلوا حكومه، طب انا تركتهم على هيدا الوقت يلي عم تحكي عنه، تركتهم على راحتهم. إذا بقول لهم معكم جمعة، هلا هيدول حكي، انتبهي أنا بحكيك استراتيجي، بس بقول لهم معكم جمعة إذا أنتم ما شكلتوا هالحكومة الشعب الثورة أكيد في إلى أشخاصها وبيعرفوا كيف بدهم، أنا مش شغلتي، بس هالأشخاص مفروض يكون عندهم ردة فعل، يعني لازم يكونوا يعرفوا مثل ما قلنا صار مع هلا الثورة شغلتنا كلنا مبدئياً على أساس ما فيها قيادة، بس عم شوف انه شو اللي بحرك الجماهير، فاذا اللي بحركها انه يكون في وقت محدد، وقت محدد لأنه... وفي قصص ما عم بتصير مثل ما هن عم يطلبوا، لانه نحن البلان لضبط البلد موجود، هي بس انا بعتبر انه لازم بلا في اشخاص بالثوره لازم يجتمعوا ويحددوا هالاهداف اللي هي لازم تمشي باي برايورتي بالدور ويلزموا الدوله فيها، ولازم يعرفوا الشعب كله عنده مرحلة كتير طويلة بدهم يكونوا on alert. لحظة اللي الدولة بدها ترجع تخبص وترد على هديك المطرح نحن لازم نكون، بس الهيئة بدنا نكون on alert كمان من بعد، حتى لو يعني إن شاء الله مثلا نوصل لأهدافنا، بس حتى لو وصلناها بدنا نكون جاهزين. الهدف الثورة أهدافها بتوصلي لها مش بس تطبقيهم ويوصلونهم، لأنت لحتى تحافظي على الثورة بتبلش، بس تبلشي توصلي على اهدافك لحتى تبلشي تحققيهم وتمشي فيهم على فتره طويله، بدك تمشي فيهم يعني بفتره هي طويله. هي الثوره كمان على كيف من على كيف بنفكر، هي المينتننس، ثوره على حالنا كمان اكيد. كاتيا نحن لو ما نحن خلقنا الثوره، يعني لما كنت احكي قبل انه الحق علينا مش حق على الدوله، كان في كتير اشخاص تقول لي انت شو عم تقولي، ما نحن اللي غيرنا. يعني هلا بدي فوت كتير تفاصيل تكنيك، مش حق علينا بس قادرين نعمل شيء، ما هي قدرنا اليوم. مين اللي عمل هلا؟ نحن. عرفتي كيف؟ مدربة نينا أبو عتمي، أهلا وسهلا فيك، شكرا لوجودك معنا. بس بدي أقول شغلة، قوة الثورة هي بالمينتننس من بعد ما نبلش نحقق أهدافنا أكثر من ما هي هلا. لازم ننتبه لهالشغلة أكيد. يا هلا واقفة بنرجع نتابع لايف، رح نكون بول أوف فيم مع جان كيروز والصبايا كمان يلي رح يكونوا معنا، لوتشيانا وليا، ونعيد سوا.